وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا. نعم، اليهود آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: كل شر يلحق الأمة الإسلامية سبب اليهود، كل شر يلحق الأمة لو تبحث عن منبع هذا الشر تجد أصله اليهود. نعم، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا له السم في الشاة عندما أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ اللقمة لم يأكلها عليه الصلاة والسلام. نعم،